بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مدونة العتالة للمعلومات. إن شاء الله النهاردة هنستعرض تطبيق جديد من تطبيقات الأندرويد. حابب بس قبل ما أدخل في الشرح أوضح، يا ريت الناس اللي مش عاملة اشتراك في القناة تشترك في القناة ويعملوا لايك وشير للفيديوهات اللي إحنا دايما بننزلها. أكيد في ناس بتحتاج المعلومات اللي إحنا بننشرها على المدونة وعلى القناة، وتعمل جوين أو التحاق بالجروب بتاعنا على الفيسبوك عشان لو عندك أي مشكلة تقدر تتواصل معايا أنا شخصيا. طيب، موضوع النهارده بيتكلم عن تطبيق للاندرويد، تطبيق مانع السرقه او بيعمل صوت لما حد يلمس التليفون بتاعك او يفصل الموبايل بتاعك من الشاحن. لو انت مثلا موصل الموبايل بتاعك في الشاحن في مكان او في اوضه تانية مثلا وقاعد في مكان انت تاني، ولو حد جه فصل الموبايل من الكهرباء او من الشاحن يعمل صوت. لو حد مثلا حاول ان هو يطلع الموبايل من جيبك يعمل صوت. الكلام ده كله سهل جدا جوه التطبيق بتاع النهارده. طبعا التطبيق مجاني، هيكون اللينك بتاع التحميل بتاعه موجود داخل المدونه على بلاي ستور. زي ما احنا شايفين ده شكل التطبيق. اول حاجه بنيجي نفتح التطبيق مع بعض، بيفتح معايا بالواجهه دي. طبعا بنفعل الثلاث اختيارات دول مهمين جدا، وبندوس على اوكي وبعدين اوكي وبعدين اوكي بالطريقه دي. طبعا الاختيار في النص ده مش هيتفعل لان ده خاص بعمليه الشحن. بيقول لك ان انت لازم تكون موصل الشاحن عشان تشغل الاختيار دوت او الاوبشن ده. الاوبشن ده اللي هو خاص بيه عند فصل الشحن من التليفون، التليفون يعمل صوت. والاختيار الاخير ده لو انت حاطط الموبايل في جيبك وحد حاول ان هو يطلعه من جيبك هيعمل صوت. تمام، اهم حاجه ان انت تفعل الاختيار الاولاني دول، والاختيار الثالث ده بيكونوا مفعلين على طول. اما الاختيار اللي في النص ده بيتفعل لما في حاله توصيل الشاحن. تمام، طيب فانا دلوقتي حاجه اوصل الموبايل بتاعي بالشاحن زي ما هنشوف مع بعض كده اهو. تمام، وصلت الموبايل بالشاحن وظهر لي فوق رساله ان تم توصيل الشاحن، وهاجي بعد كده اشغل الاختيار ده هيشتغل معايا وادوس على اوكي. هيشتغل معايا بدون اي مشاكل. يبقى الثلاث زراير عندي كده منورين. لو دخلت على السيتنج بتاع البرنامج هنزل تحت خالص هلاقي حاجه اسمها فايبريت، اللي هو الفايبريشن. يا ريت توقفه لان انت مش هتحتاجه في حاجه. الفايبريشن ده بيعمل فايبريشن متواصل، ده طبعا بيأثر على عمر البطاريه او على الطاقه اللي جوه البطاريه. فانا انصحك ان انت توقف الفايبريشن ان انت مش هتحتاجه في حاجه زي ما انا موقفه كده. تمام، طيب دلوقتي هنيجي نرجع لجنرال تاني. احنا زي ما احنا شايفين موقف مشغل الثلاث زراير وموصل الشاحن، عمليه الشحن بتتم فوق اهي. دلوقتي لو ضلمت شاشه الموبايل او عملت لوك لشاشه الموبايل زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، وجيت فصلت الشاحن من الموبايل، الموبايل هيعمل صوت، والصوت ده مش هيقف الا اذا فتحت اللوك بتاع الشاشه. نسمع مع بعض كده عند فصل الشاحن ايه اللي هيحصل. زي ما احنا سامعين مع بعض مش هيقف غير اما اوقف او اشغل اللوك بتاع الشاشه نفسها. تمام، طبعا اول ما فتحت اللوك بتاع الشاشه او القفل بتاع الشاشه السيرينا وقفت ورجعني للواجهه بتاعت البرنامج زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا الزرار في النص ده اتطفى او اتقفل لان انا فصلت الشاحن من الموبايل. كذلك لو انت برضه حطيت الموبايل في جيبك وجاء اي حد يطلع الموبايل من جيبك، او مثلا حاطط الموبايل على وشه مثلا، يعني حطيت الموبايل على الشاشه كده ناحيه السنسور على مكتب مثلا او في اي مكان، وجاء حد ان هو يرفع حاول يرفع الموبايل او يشيل الموبايل، الموبايل هيعمل سيرينا طبعا، وهتعرف ان في حد حاول ان هو يحرك الموبايل بتاعك او ان هو يمسك الموبايل بتاعك ويشيله من مكانه او يحطه في مكان تاني. تمام، ده كده كان شرح بسيط للتطبيق بتاع النهارده. تطبيق جامد جدا وقوي جدا، هيحافظ على تليفونات كتير من موضوع السرقه اللي منتشره اليومين دول. كمان موضوع الشحن اللي بيتفصل، وده كان طبعا موضوع بيضايقنا كلنا، موضوع الشحن اللي بيتفصل من الموبايل في اي مكان. تحط الموبايل بتاعك يتشحن تلاقي جه شخص تاني فاصل الشحن من الموبايل، طبعا دي بتكون حركه تضايق جدا. رابط تحميل التطبيق ده هيكون موجود اسفل الفيديو. يا رب يكون التطبيق عجبكم وسهل الاستخدام بالنسبه لكم. ما تنسوش زي ما قلنا في اول الفيديو تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك وشير للفيديو وتعمل جوين للجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.